منذ 54 عاما يحتفل العالم كل عام باليوم العالمي لمحو الأمية الذي يصادف 8 سبتمبر، وذلك بهدف مواصلة النضال للقضاء على الأمية. ويعتبر اليوم العالمي لمحو الأمية في تشاد فرصة لوزارة التربية وشركائها الوطنيين والدوليين لإلقاء نظرة على النتائج التي تم الحصول عليها وتعديل النظام من أجل تحقيق الأهداف المستقبلية. وعلى الرغم من القرار رقم 116 الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأول من يناير أعطى اعتبارا خاصا لمحو الأمية، ظل المئات من الأشخاص دون تعلم في جميع أنحاء العالم. هنا في تشاد فإن الحكومة تسعى جاهدة للقضاء على الأمية، وذلك بدعم من شركائها خاصة منظمة اليونسكو والسفارة الفرنسية عبر الوكالة الفرنسية للتنمية ومنظمات أخرى، لا سيما مشروع بروكيت الذي يقوم بتدريب الأساتذة. ومع ظهور جائحة كورونا وانتشارها أنشأت وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة بدعم من شركائها لجنة علمية للاستجابة التربوية. هذه اللجنة وضعت خطة طوارئ تسمح بإعادة إطلاق أنشطة التعليم مصحوبة بتنظيم التقييمات النهائية، وحققت اللجنة تقدما ملحوظا في المقاطعات العشر التي يتدخل فيها مشروع تعزيز التعليم ومحو الأمية في تشاد. وقد تم تسجيل ما يقرب عن 20,000 شخص استفادوا من مراكز محو الأمية بنسبة 89.50، سواء في مراكز التدريب الفني أو التعليم غير الرسمي الذي يستهدف الأطفال. ومن ناحية أخرى يسمح هذا اليوم بالتذكير بالمفاهيم التي تساعد في بناء الذات واستكشاف العوامل التي يمكن أن تبني محو الأمية على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مواكبة للعصر، وأن حكومة البلاد تقوم بتنفيذ استراتيجية العمل في تنفيذ برامج محو الأمية والتعليم الأساسي غير الرسمي.